السلام عليكم يا شهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خير شو في؟ ليش هيك منطيلوا لبقعود؟ منو هاد اللي معه؟ أبو دياب طلب حضوركم كلياتكم عمي مشان يحكي ويعترف بكل شيء. من واد أبو دياب؟ العائلتين. أنت اسمك أبو دياب؟ إيه نعم. إيوه. عامل أبو قاعود وزبال بالحارة. فايد داسوس علينا لكان. مع مين عم تشغلوا لا؟ عم تشغل مع مأمون ما؟ طول بالك علي عمي أبو حاتي. طول بالك علي وأنا راح أحكي لك على كل شيء. أنا اسمي أبو دياب. هذا ابن خالي أبو فيصل مراقب البلدية عن حق وحقي عمي. هو اللي ودى المكتوب تبع عمي أبو عصام اللي أنا أعطيته إياه لأخي أبو شوكات. أبو فيصل؟ هذا هو اللي أعطاك المكتوب؟ إيه نعم هو بذاته يا أبو شوكات. أنت كنت محبوس مع أبي؟ أحكي كمل شو قصة المكتوب؟ كمل كمل كمل. كنا محبوسين بأرواد سوا قضينا أيام وليالي طويلة مع بعض تعذبنا سوا تحسمنا كل شي سوا الأكل والشرب وكل شي. هو كان بيعرف أني أنا كنت ناوي أهرب قبل ما يسنقلوا على سجن تاني. اجل عند مني وقال لي أماني يا ابني أماني برقبتك تأخذ المكتوب وتوديه لأولادي بحارة الضبع. بعد كم يوم تسرق على سجن تاني بس ما بعرف لوين. وأنا حسنت أهرب أنا وكم زلمة أخذت الأماني بقصد المكتوب وجيت لهون على حارة الضبع مشان أعطي المكتوب لأخي عصام. فجأة يطلع بوشي مأمون ساعتها تراجعت وعدت بدالي من خالي أبو فيصل. وليش غيرت رأيك بتسليم المكتوب بنفسك لما شفت مأمون؟ لأني عرفته دغري عرفته دغري وتذكرته تقاطيع وشه ما بتروح من بالي لحتى أموت. بعدين قلت لحالي شو عمي عمل ضابط بالجيش الفرنساوي هون بحارة الضبع. اسمه الملازم نمر الملازم نمر رئيس المحققين العسكريين بالأمن العام. ايه هو اللي كان يحقق معي هو اللي عذبني هو اللي حقق مع عمي أبو عصام هو اللي كان عم يعذبه لك عقيد. ياما شباب بعمر الوردي شباب بعمر الوردي ماتوا تحت ايديه. وقت اللي شفته قلت اجيت والله شابه والله مالي طالع من الحاره مالي طالع من الحاره لحتى اخذ تاري بايدي. طلع شكك بمحله يا ابو حاتم. يا عيب الشوم علينا ولك كيف بندس فينا واحد مثل هاد ونحن ما عنا خبر. والله كلامك طلع مظبوط يا ابو محمود. لا والندل مدعي انه مأمون ابن اخو الزعيم ابو صالح الله يرحمه. لا مو بس هيك جوز مرت عمي بحجة انه هو ابن عمه. مشان هيك عم يشتري دكاكين وبيوت ومالكانات بالحارة. هتاري الشغل مو لله. ولسه يا شيخي لسه ما حكيت لكم شيء عن فعايله منو ارض الواقف وراه شغلة البلدية كمان اخر نواياه بدي احرق بايكة المرحوم ابو شهاب وقهوة عمي ابو حاتي. ليك الواطي ليك والله لا خليه ترغل بالتركي والله لا اشحطه لهون قدام منكم من زلعيمه واذبحه مثل النعجة والله. هدي عقيد هدي طول بالك كرامي لله لسه ما خلص كلامي منهم. لسه عندي كلام بخص عمي ابو حاتم خص نص بخصني انا؟ شو هو؟ تحت ايدي اللي قتل عريف نوري وابو طاحون اللي عم يتهمك فيهم ابو جودات. يا لطيف ومين هو؟ ابو شاكر. ابو شاكر زلمة الملازم نمر هو اللي قتلهم بأبر منه. عرفتوا ليش قتلته لأبو الورد؟ عرفتوا ليش قتلته؟ لأنه زلمته لنمر
وانا قلت بخلصوا من العكازات لما تعكز عليها. ايه شو علي؟ عبدو؟ امور عمي. خذ صبحي ووشك على باب الحاره. بتبعتوا لي اب فارس على السريع وبتضلوا محله ما بتتحركوا ليرجع. لعيونك عمي. على السريع. شو في براسك يا ابو حاتم؟ في شغله كبيره كثير شيخي. اللي بلش فيه ابو دياب لازم نكمله كلياتنا. لك لسه رابطين الحبل بايدين هالبطل؟ فكوا الحبل بايديهم، الله محيي البطل اللي حملكم.